هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، علي صيام شهرين متتابعين كفارة قتل خطأ، هل يلزم أن أصوم من أول الشهر أو من منتصف الشهر؟ وهل تكون 60 يوم لا تنقص حسب الشهر؟ أنت تصوم بالعدد لأنك ما ترى الهلال، فتصوم بالعدد 60 يوما، تبدأها من أول الشهر، من وسط الشهر، من آخر الشهر، المهم أنك تصوم 60 يوما متتابعة. نعم.